بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة جايين مع بعض نعمل كبد وقوانص. عملناها مع بعض في طاجن مكرونة، وسويتها قبل كده كبد وقوانص مع بطاطس في الطاجن برضو في الفرن. والنهاردة هعمل لكم الكبد والقوانص على طريقة سفرة سمة المعتادة. طب يلا بينا على البوتاجاز، يلا بينا. هنا معانا على النار مية مغلية، بسم الله. هبتدي انزل بالقوانص بتاعتي، دي قوانص مغسوله كويس جدا، بسم الله. بنزل بالقوانص بس من غير الكبده، وبنزل بالبصل، دول بصلتين حلوين كده متقطعين، وهنزل عليها بشويه الفلفل الاسمر. وهنا هنزل بحوالي نص معلقه من الفلفل الاسمر، وثلاث فصوص حبهان، وحوالي ثلاث ورقات ورق لورو. وهسيب كل ده يستوي بقى مع نفسه لحد ما القوانص دي تبقى خلاص. واول ما اوصل للمرحله دي هرجع لك عشان ما اطولش. ودلوقتي رجعت معاكم، خلاص القوانص بتاعتنا استوت. هبتدي انزل عليها بالكبده، بسم الله. على فكره انا عاملاها سليمه، اللي عايز هو يقطعها مفيش مشكله. وهديها تقليبه كده بسيطه، بسم الله. عايزه اقول لك الكبد والقوانص بالطريقه دي تحفه. ودول اتنين طماطمايه وكام قرن فلفل. الفلفل حابه تاكليها عادي مش سبايسي ما تحطيش. هروح نازله بيهم كده بالطماطم، بسم الله، والفلفل بتاعي. طبعا الملح احنا متعودين بنحطه اخر حاجه، بسم الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. عايزه اقول لك الريحه بجد بجد تحفه. البصل مع الكبد والقوانص والفلفل الاسمر ورق اللورو والحبهان. وهسيبهم بقى لحد ما يتسبكوا مع بعض، والقوانص تنزل الدسم اللي فيها، وفي الاخر هنزل عليهم بقطع من الزبده، وياخدوا تشويحه كده مع بعض مع الخلطه دي. تاكليها جنب مكرونه، جنب رز ابيض، جنب بتنجان مخلل وعيش بقى. اوعي، وجبه غدا تحفه. الكبد ديت، الكبد والقوانص دي تعملها حوالي بتاع نص كيلو. انا ما بجيب فراخ، باخد الكبد والقوانص بتاعتهم بشيلهم كده. تبقي عملتي اكله من البيت، ووفرتي على نفسك حاجات كتير. اكله سهله، الاطفال والكبار بيحبوها قوي، مش هتاخد منك وقت خالص ولا مجهود، وحله واحده. وزي ما قلت لك ممكن تعملي جنبيها مكرونه محمره، او مكرونه بيضه، او تعملي جنبيها مكرونه بصلصه، او تعملي جنبيها رز ابيض وشويه سلطه، او تحطيها جنب عيش وشويه بتنجان مخلل. انا عن نفسي النهارده هاكلها هي كده زي ما هي بالعيش بس. اول ما تستوي هرجع لك. رجعت معاكم بعد، زي ما انت شايفه الكبد والقوانص خلاص شربت الميه بتاعتها. نزلت عليها بمكعب مرقه، ونزلت عليها بقطعه زبده، هقلبها وانزل بيها في الطبق ورشه فلفل وارجع. وبكده تكون اكلتنا خلصت النهارده، طبق الكبد والقوانص على طريقه سفره سومه. اتمنى اكون بفيدكم ولو بمعلومات بسيطه. ما تنسونيش من دعواتكم الحلوه، وما تنسوش تعملوا ايه حلوين، تعملوا سبسكرايب اللي هو الزر الاشتراك اللي هو الزر الاحمر ده، دوسوا عليه مش بيقعد، ما تخافوش دوسوا عليه بقلب قوي كده عشان نكبر عيلتنا، عيله سفره سومه بيكم. وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، واللايك والشير. دمتم حلوين وامامير، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.